عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. شنو نقول لك اخويا، انا ما بقدرش نهضر معاه، فهمتيني؟ صافي ما تسالات لي الهضره، فهمتيني؟ علاش زياش ما لعبش الماتش؟ حتى الماتش مزيان، عطيه بينالتي في 90 دقيقه، هذه ماشي كره. تي السيد اللي لاعب كره مزيان لاعب، المهم الحمد لله بعد دزنا الدور الثاني، دوزنا معاهم واحد ثلاثه ماتش فرحنا معاهم، وللاسف ما كملناش. نتمنوا تصلح المنتخب، يتصلح المنتخب. هادشي راه ماشي هو هذاك، ما جاوش كاع في راه واخا غلبنا ديك ثلاثه لي ماتش، راه ما كانتش كره، وان الماتش الاخراني ما لعبوش كره. اذا المغرب خصو يعيد نظر في كل شيء، خص الكره ديالنا كامله تبدل. جينا من بلجيكا وشفنا المباراه اليوم، تقلقنا. شنو نقول؟ بزاف كاع فرص، بزاف فلتنا فرص، وزقلنا بيوتا والبيلانتي في الاخر ما ماركيناش. ودابا حشومه كيتلعبوا شي لعيبات، ماشي كلشي بحال بوسوفا كيلعب تبارك الله عليه، ولكن بحال زياش ما عرفتش كان تيدير. حشومه والله الا حشومه، راه حنا جينا من بلجيكا، راه كاينين الناس اللي جاوا من المانيا من اوروبا ما عرفت منين باش يتفرجوا الكاس، ودابا مشاو. السبب ديال الخساره هو زياش ملي ضيع هذيك البيلانشي في الدقيقه 90، كون ماركا ديك البيلانشي ما كناش غادي نخسروا كاع في هذه البيلانشيات. اول لعبه زياش هو اللي فيه لا فوت في هذا الماتش، هذا هو اللي خلى فيها باش خسرنا هذه المقابله. السبب ديال الخساره اخويا هو عندنا حنا منتخب مزيان، ولكن السبب الكبير ديال الخساره هو التفريقه اللي كاينه ما بين اللعابه، ودوك المشاكل اللي كيطراو بين اللعابه، والمدرب كينحازوا ليه واحد اللعابه اللي نسميهم لك اليوم بوصوفا وزياش، هما وليدات رينار هادو. انا غنقول كلمه واحده، غنقول زياش ميرسي بزاف. علاش في الدوري الاوروبي كتبان زياش، وفي مع المغرب ما كتبان زياش، وميرسي بزاف رونالدو خرج شي امرابط الرجوله. علاش حنا ديما نبقاو غير نحلموا؟ علاش وميرسي بزاف زياش، ميرسي بزاف. وكما تيعرف الجميع تصدمنا صدمه كبيره، صدمه ما فهمنا والو. منتخب بنين ما فهمنا والو في هذه الخساره هذه. بعد ما كنا فرحانين، ولكن كما تيقول خص الفرحه ما خصكش تقدمها ديما، حنا هي تفرح تتنكس، هي تنفرحوا حنا تنكسوا سبحان الله العظيم. وزياش ما قدمش مباراه، ثلاثه المباريات ما قدم بهم والو، زياش ضربه جزاء وباقي لاعب كان عليه يشانجيه، باقي زياش ما دخلش في لا كومبيتيسيون ديال كاس افريقيا. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب.